اتفضل عرف نفسك. انا حسام اقدر انا عايز اقول كلمتين بالذات بالنسبه للي بيحصل دلوقتي. بجد شعوري يعني لا يوصف. ان الناس حست بقد ايه بان اللي بيحصل حواليها زي ما يكون الثوره وكل اهدافها وكل مبادئها بتتسرق. فخلاص يعني كان من كان بقى، ان كان حزب، امن، شرطه، داخليه، رئاسه، يعني حتى ان كان مجلس العسكري، كان من كان مفيش حد يقدر يقف قدام قوه رهيبه زي قوه الناس المتواجده حاليا. بجد يعني ايه كائن من كنت، يعني وان كنت عايز تقف قدام قوه رهيبه زي دي يجب ان ترتعد فعلا. الامر بجد يخلي اي واحد يرتعد بان يقف قدام قوه رهيبه. الامر اشبه بكحجره تقف امام سيل من الامواج الرهيبه. الحمد لله رب العالمين بان الناس فعلا ما نامتش، لسه روحها الوطنيه متواجده. فده يدل على اعداد الخيام الكبيره جدا والرهيبه جدا، اعداد غفيره جدا كتيره يعني. ده غير طبعا غير الخيام، الناس اللي هي متواجده ما بين كل خيمه وخيمه، ناس فرشه نايمه. على جنب المسرح الناس فرشه نايمه، جنب المجمع الناس فرشه نايمه، جنب الاستيدج برضو الناس فرشه نايمه. الناس يعني انا متاكد بان ان شاء الله رب العالمين من الاعصام اللي جاري حاليا هنحقق اهدافنا ان شاء الله رب العالمين. طب الاهداف بقى، الاهداف كده 1 2 3، الاهداف يعني تحت شعار واحد او تحت جمله واحده هي تحقيق اهداف ثوره 25 يناير. وفي بعض الزيادات البسيطه عليها زي حد ادنى الاجور 1200 جنيه للنقابات العماليه، يعني اشياء بسيطه اضيفت. ولكن انا شايف توحد من الناس كلها على الاهداف دي من كافه التيارات والحركات السياسيه والاحزاب، وبرده طبعا ما عدا ما يعني جمع معين من الاحزاب بدون ذكر اسمائه. كمان حتى المستقلين والمدنيين العاديين جدا متوحدين على الاهداف. الحمد لله رب العالمين ما حصلتش اي مشاكل بدءا من الصباح حتى الان. هي كانت تكون مشكله بسيطه، مشكله تافهه، ولكن يعني لا تذكر. مشكلة ما فيش اكتر من ان في حالة من المحلات او احد الاماكن الموجودة يعني تشدوا مع الناس بطريقة سخيفة جدا، ولكن الحمد لله رب العالمين تم يعني ايه جمع ولم شتات الامر في اقصى وقت ممكن. وطبعا يرجع الى كفاءة اللجان الشعبية المتواجدة حاليا. الحمد لله رب العالمين كمان الطيارات والاحزاب المتواجدة كلها متوثقة على اهدافها وكمان متمسكة بالاهداف دي. فأنا متأكد إن شاء الله رب العالمين إن الاعتصام أصبح مفتوح، بإن تحقيق الأهداف أصبح يقين، وده شيء إن شاء الله رب العالمين هنحققه. فيعني هختمها بآخر جملة، كان من كان يعني أو مهما كان قيادتك أو قيادتك أو مسؤوليتك أو منصبك، ارتعد من الحرفيش. الله يفتح عليك، بالتوفيق.